السلام عليكم، بغيت مبروكه رمضان مبارك سعيد باش ما تمنيتو ان شاء الله على المغاربه كاملين وعلى سيدنا وعلى الاسره الملكيه. اول حاجه يعني هاد الانترفيو اللي درتو معكم كونكو على قضيه ديال الازلال اللي خرج بهذاك التصريح بارابور دنيا باطمه. نورمالمون دنيا يعني سان غيان افواغ مع داك الشيء اللي قال هو، حنا نورمالمون ان جروب ديال لورغانيزاسيون كنا حطينا ان بلانينغ بيناتنا المره الاولى واتصلنا به، ولكن من بعد اتضح ان داك البلانينغ تبارك الله عامر، ماشي غير هو اللي ما يعني ما كانش في البروغرام، راه هو وكان امير عالي وكان شكون اخر يا ربي وكان عادل الميلودي كذلك اللي تنشكرو من هذا المنبر هذا اللي هو تفهم الوضع لحقاش فهمتيني. ملي تيكون عندك ان بلانينغ عامر ما يمكنش انك غتزيد شي واحد اخر، يعني تتكون المره الاولى تيكون بعض اتصالات ولكن من بعد راه ما تتكونش فهمتيني تقدر ما يعني ما ديرش يعني شي حوايج تزيدهم في البروغرام، راه عادي هذا يعني شي حاجه اللي تتبان لي انا عاديه. وبالنسبه يعني تنقول ان شاء الله مره اخرى الا كانت شي حاجه هي با بروبليم، حنا على راسنا وعينينا، حنا ما عندنا حتى مشكل. حنا المشكله اللي كاين ان قادر الجابوني هو الاخراني دوزناه مع 12 لاروب ديال الليل، وما يمكنش ليا هو ندوزو مع 12 وربع ولا 12 ونص وكان الحد والناس خدامين اثنين، يعني ما يمكنش ما غيلقى حتى شي واحد، يعني غادي يطلع سرسان غادي يلقى راسو بوحدو وانا ما نبغيش نحركو كومسا، ولا عادل ميلودي ولا امير علي، بالعكس هادو على راسنا وعينينا. وعادل ميلودي راه تبارك الله مولف بالخير وعارف هادشي يعني كومون سا سباس، يعني بالنسبه لعادي الحمد لله تفاهم الوضع وما خرج حتى شي تصريح، وتنشكروا هذا المنبر لحقاش عارف هذا الشيء. هذا ليزيفينمون مولف ليزيفينمون راه ما غاديش يبان ليه بحال هذا الامر انه مشكل. ان دنيا قالت لنا ان ما ديرش الصوره ديالو في لافيش، دنيا يعني ماشي هي اللي تتفرض عنا شكون اللي غادي نجيبو وشكون اللي ما غنجيبوش. دنيا جات قدمات اللي عليها، قدمات الاضافه بالنسبه لنا حنا، عاونت ياسين وسهام بواحد المبلغ مالي في الدار، درت واحد يعني سبيكتاكل ديالها ومشات. يعني نورمالمون اي واحد جا من الفنانه قدم الاضافه لياسين وسهام تما في الحفله، يعني ما يعني بالنسبه لنا حنا يعني دنيا يعني بحال اي فنان جا يعني ما عندناش مشكل. وهذيك السيده يعني ما يمكنش انها تدخلنا في البلانينغ ديالنا، حنا عندنا البلانينغ ديالنا خدامين عليه، هي حتى هي جات ادت الواجب ديالها، كان عندها ساعه الا ربع خدمات هذيك ساعه الا ربع ديالها وبقات معنا في لاسواغي. بالنسبه لي هو يعني ما تيبان لي يعني هذا التصرف ما يعني بالنسبه لي هو ما لاش يعني تداس شهرين عاد غادي نخرج باش غنقول بحال هذا التصريح، ما كاين لاش هادشي عادي، وما بقاوش نديروا يعني شي حاجه اللي القيمه وهي ما تتسوى حتى شي حاجه، عادي هادشي هذا.